الله الرحمن الرحيم. يا شيخ، لو سافر أحدا إلى مدينة يعني وكان مدة سفره 4 سنوات، هل يقتضي أنه يقصر الصلاة؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل هناك مدة محدودة ينقطع بها حكم السفر، أو ما دام الإنسان مسافرا مغادرا بلده فهو مسافر ولو طالت المدة. والثاني هو الصحيح، أن الإنسان إذا لم ينوي الإقامة المطلقة في هذا البلد بل أقام لغرض ما، دراسة أو علاج أو غيرها، ومن نيته أن يرجع من حين أن ينتهي عمله وشغله، فإنه مسافر. ولكن إذا كان في بلد تقام فيها الجماعة فإنه يجب عليه أن يحضر إلى المسجد ويصلي مع الناس، وكذلك تجب عليه صلاة الجمعة، ولا يحل له أن يتأخر عن صلاة الجماعة أو الجمعة، لأن السفر ليس عذرا مسقطا لوجوب الجماعة أو الجمعة، وحينئذ سوف يتم الصلاة إذا أتم بمن يتم الصلاة.